خلينا ناخد الكابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد مساء الفل. استاذ محمد مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك. ازيك يا كابتن جهاد؟ ايه تفسيرك في اللي انا بقوله ده يا كابتن جهاد؟ اولا كل سنه حضرتك طيب ورمضان كريم عليك وعلى كل مشاهدينك. الله اكرم الله يخليك. والله بص الفي ار بقى واقع في الدوري المصري مش هنقدر نهرب منه. وبالتالي احنا في مشكله حاصله في مستحقات الشركه الاسبانيه، وعرفنا الوزير ورئيس الاتحاد ورئيس لجنه الانديه والشركه الاسبانيه اتفقوا ان ان شاء الله في القريب العاجل الفي ار راجع، يعني المعلن ان هو هيرجع ان شاء الله في نهايه كاس مصر الفتره اللي جايه يوم الاثنين الجاي، وبالتالي المشكله اللي احنا كنا فيها تتحل ان شاء الله الفتره اللي جايه. هيرجع في النهايه بتقول ولا مش هيرجع؟ في النهايه انا يعني قريت تصريحات ان شاء الله موجود في النهايه كاس مصر. طبعا كاس مصر النهائي بحاجه بتحكيم مصري، وده حاجه تسعدنا انا شخصيا وتسعد كل حكام مصر ان ما في طاقم تحكيم مصري، وطبعا وجود الفي ار عشان ما يحصلش ان شاء الله مشكله لطاقم تحكيم مصري وننجح ان شاء الله في المباراه كتحكيم مصري يثبت ان موجود في نهائي كاس مصر. تمام. وبالتالي ده مهم جدا عشان التحكيم المصري مش هيرجع للمحافل الدوليه بصوره كبيره الا اذا قدرنا الماتشات المهمه في المحل في الحاجه المحليه عندنا سواء دوري سواء كاس. تمام. انت كلام الموضوع الفار يعني شفناه في دوره زد دلوقتي هو موجود. احنا شفناه في دوره زد وفي الوقت اللي مش موجود في الدوري. طب ده حاجه تثير الدهشه يعني. يعني بص انا خلينا برضو ناخد الجانب الكويس يا استاذ محمد، انا في الاخر انا مش احنا مش طرف كتحكيم مصري او منظومه تحكيم مصري في موضوع دوره زد، احنا في الاخر بنتكلم ان شاء الله ان احنا محتاجين دوره زد اتلعبت في وجود اعضاء اتحاد الكوره. يعني انا بقول لك انا بتكلم على التحكيم اللي يخصنا التحكيم. احنا كحكام مش طرف القصه، احنا الحكام عايزين الفي ار يبقى موجود معانا في الدوري المصري تاني ونرجع نشتغل بيه تاني عشان التحكيم المصري طب يفضل طيب خلاص هخرجك بره القصه بتاعت الفار دي. رايك ايه في تهديد نادي بيراميدز بعد ما تاكد ان طاقم تحكيم مصر ولا هيحكم الماتش النهائي لكاس مصر؟ وجهه نظري الشخصيه انا لو موجود مسؤول التحكيم يا استاذ محمد يعني هطالب اتحاد الكوره ان كل ماتشات الدوري المصري وكاس مصر بحكام مصري، ولازم كاتحاد مصري ابقى عين لجنه الحكام الموجوده عشان يبقى كل التحكيم موجود مصري سواء اهلي وزمالك بيراميدز واهلي اهلي الزمالك وبيراميدز. هل بيان بيراميدز ده فات فيه تلميح ان ده تجهيز لمجامله الاهلي في المباراه النهائيه عن طريق التحكيم؟ لا يا استاذ محمد انا بتكلمك كتحكيم مصري مش هيجامل حد على حساب حد، احنا في الاخر ممكن يبقى موجود اخطاء لكن في الاخر اللي هينزل. البيان بيقول كده يا كابتن جهاد البيان. ايوه واخد بالي، ما انا بيان نادي هو حر في كلامه، لكن بتكلم التحكيم بتكلم على التحكيم المصري. هو حر في كلامه بس هو الكلام بيمس التحكيم يعني في باطن الكلام بيتهم التحكيم. والرد يبقى من اتحاد الكوره ان شاء الله على الكلام ده، لكن في الاخر احنا كتحكيم مصري كل هدفنا ننجح. احنا مش معترف ضد طرف ولا اي تصريح ممكن يضغط على التحكيم المصري، احنا في الاخر عايزين يوم المباراه ديت ايا كان مين اللي هيكسب عايزين المكسب الحقيقي يبقى التحكيم المصري. كابتن جهاد الـ 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 الراجل اللي هو فيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام الراجل البرتغالي عمل تصريحات وقال انه ماتش الفاينل لازم يكون بحكام مصريين، اذا انتوا عايزين تطور لازم تعتمدوا وتثقوا في الحكام المصريين، وقال ان هم جادرين بذلك. هل الراجل بدا يلمس ان في حاله انعدام ثقه بالحكم المصري وسط المسؤولين في مصر؟ هو من خلال مشاهدته ومن خلال خبراته عايز يرجع ثقه الانديه في الحكم المصري تاني. ما هو عشان تنجح وتبدا اول خطوه من التطوير لازم ترجع ثقه الانديه للحكم المصري عشان ترجع ثقه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي في الحكم المصري. فهو الراجل بالمنظر ده لو مشي بالقوه دي في كل مباريات الدوري المصري وكاس مصر ان حكم مصري موجود وانا بطالب بده وانا مسؤول عن ده قدام الاتحاد الكوره واتنفذ طلبه زي ما هيتنفس في نهايه كاس مصر، فتاني هنمشي خطوه ايجابيه للتحكيم المصري الفتره اللي جايه. كابتن جهاد هل بدات تحس باي ملامح لبيريرا؟ يعني كلاتنبرج كنت بتكلمني عنه من اول يوم، لكن بيريرا لغايه دلوقتي بقى له شهر اكتر من شهر لسه لا ما اعتقدش ان دلوقتي هو متدخل في حاجه، هو ممكن تدخله الوحيد اللي احنا حسينا بيه ان موضوع ان هو عايز حكم مصري مش مختار الحكم او اشتغل في تعنيت لسه ما اعرفش الحكام كلها بصوره كبيره، لكن هو المبدا هو اكد عليه ان انا عايز حكم مصري يبقى موجود. يعني انت بنيت اي فكره عنه؟ لا الى الان لسه ما فيش لا فكره ولا في حاجه ملموسه نتكلم عليها، لكن دلوقتي هل عمل اي خطوات انت عرفتها لتطوير التحكيم او يعني عمل اي حاجه؟ لا اللي انا عرفته في المعسكرات هو الراجل كان بيراقب كل حاجه
ما دخلش في حاجه ولا اتكلم في حاجه ولا في تعليمات منه ولا في حاجه هو اضافها كل الاداره دلوقتي من المصريين اللي موجودين يعني هو معاه. مراقب دلوقتي مش رئيس لجنه؟ هو بيراقب كل كبيره وصغيره من لجنه الحكام من الحكام من كل حاجه. هو الراجل لسه لم يتدخل بقرار الا فقط طلبه. هل ده طبيعي؟ التحكيم المصري في النهائي ده طبيعي؟ طبيعي. انا ما اعرفش حد يعني هو جاي الراجل جاي من بره ما اعرفش التحكيم المصري ولا حكام مصري فبيعمل فكره كامله عن كل الناس المعينين معاه. هل ده بيحتاج اكتر من شهر؟ الراجل بقى له اكتر من شهر دلوقتي. لا ممكن يوصل شهرين وثلاثه كمان يا استاذ محمد بالمنظر ده ممكن يوصل شهرين وثلاثه. بس هو دلوقتي بيكون فكره كامله عن كل حاجه عن المعاونين اللي معاه المصريين عن الحكام الموجودين مين المميز مين اللي ممكن اعتمد عليه ممكن احطه في ماتشات مهمه. فالحاجات دي كلها ما بيجيش يوم وليله. الموضوع محتاج وقت كتير عشان بعينه يشوف وبعينه يقرر الفتره الجايه يشتغل ازاي. كابتن جهاد متفائل في وجوده؟ والله بص هو انا قلت لما قارنته بينه وبين مارك قلت هو خبرات اكبر من مارك بكتير. الراجل لعب 2 كاس عالم شاف الاتحاد الدولي وشغل الاتحاد الدولي راح اكتر من لجنه حكام تواجد فيها بصوره كبيره وبالتالي عنده خبرات كبيره. الراجل سنه وخبراته ومشاركاته يسمحوا له ان يعمل حاجه يضيف حاجه للتحكيم المصري. وقلت برضه لازم اللي معاه يساعدوه باقصى درجه ويوفر له كل المعلومات. انطلاقته افضل ولا انطلاقه كلاتنبرج افضل حتى الان؟ لا هو 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 دلوقتي انت مش حاسس بيه. هو الراجل مش مستعجل على انطلاقه قد ما هو بيعمل داتا بيس لكل حاجه بيعمل كل بيعرف المعلومات كلها عن كل حاجه في التحكيم المصري. مش مستعجل على التدخل بصوره كبيره الا ما يعرف كل حاجه عشان لما بتدخل تحس بالتدخل بتاعه. هو هل في رايك رحيل كلاتنبرج كان افضل والاستعانه بحد تاني؟ الوقت اللي مشي فيه كان مهم لان في الوقت اللي مشي فيه كان في مشاكل كان في عدم تعاون كان في جاب حصل بينه وبين لجنه الحكومه الموجوده وبالتالي ما كانش ينفع يستمر بالمنظر ده لان ما كانش هيبقى في حاجه ايجابيه للتحكيم المصري. لكن الراجل اللي جه دوت لغايه دلوقتي هو ما اتدخلش لكن انا شايف ان هو بيحط نقط في الحروف بالنسبه للتحكيم المصري وبالنسبه للمساعدين اللي معاه وهو عايز يعمل حاجه ايجابيه الفتره اللي جايه. فانا متوقع لما يتدخل هنحس بتدخله بصوره كبيره لما يبقى عنده المعلومات كامله عن كل حاجه. كابتن جهاد جريش انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.